السلام عليكم، اهلا بكم في فيديو جديد من قناة لايف سلوان نور. النهاردة ان شاء الله هنتعلم مع بعض ازاي هنعمل ميدالية او تعليقة على شكل قلب كده مع الخرز. شكلها كيوت جدا وجميل، تقدر تعلقيها على شنطتك او على المفاتيح زي ما تحبي بخطوات بسيطة. يلا بينا نبدأ ونشوف احنا مطلوب مننا ايه وكمان ازاي هنشتغلها خطوة بخطوة. طبعا اللي هنحتاجه شوية خرز، خرز إن كان لولي أو ملون، يعني ممكن خشب، ممكن أي أنواع من الخرز. وكمان هنحتاج حلقة، وحسب الإبرة لو عايزة بالمقاس ده هتستعملي إبرة مقاس 3 مليمتر، لو حتى حبة أكبر من كده طبعا تستعملي إبرة أكبر من كده. يلا بينا نبدأ ونشوف مع بعض إزاي هنعمل القلب. طبعا هنعمل العقدة السحرية اللي هي الدايرة السحرية، هلف الخيط كده على صبعي وادخل الإبرة كده بالشكل ده، هرتفع 4 سلسلة، ادي 1 2 3 4، هلف الخيط على الإبرة مرة واحدة، هدخل داخل الدايرة هنا اسحب الخيط واطلع من حلقة واحدة بس، وبعدين اطلع من حلقتين وكمان حلقتين. انا كده عمليا كأني بعمل عمود بلفتين بس بطريقة تانية. هلف الخيط على الابرة تاني، اسحب واطلع من لفة واحدة، بعدين من لفتين وكمان لفتين، ادي 2، احنا عايزين 4. هسحب اطلع من اول لفة وكمان لفتين وكمان لفتين، هلف الخيط على الابرة اخر مرة في كأن بنعمل عمود بلفتين بالشكل ده. دلوقتي هلف الخيط على الإبرة وأعمل عمود عادي، عمود بلفة عادي، أطلع من حلقتين وكمان حلقتين، هلف الخيط على الإبرة أدي 2 3، هرجع تاني ألف الخيط على الإبرة وكأني بعمل عمود بلفتين، هدخل كده واطلع من لفة واحدة وكمان لفتين وكمان لفتين. دي هنعلمها عشان دي هتكون اللي هتبين لي القلب، هيبقى عندي زيادة في السطر اللي بعديه. هلف الخيط على الإبرة وارجع اعمل نفس الخطوات اللي هنا، 3 عمود بلفة، ادي 1 2 3، ارجع اعمل 4 عمود بلفتين بس بطريقة لفة واحدة، هدخل كده اطلع من لفة وكمان لفتين وكمان لفتين، ادي 1 2 3، وفي الاخر خالص هعمل 3 سلسلة، ادي 1 2 3، هدخل هنا في الدايرة واعمل غرزة حشو بالشكل ده. طيب دلوقتي الخيط ده ادخل هنا في الفراغ بتاع ال4 سلاسل واسحب الخيط بتاعي اللي هو خيط البداية، اشد كده على قد ما اقدر، اهو اتقفل معايا وبقى شكل القلب اهو. طيب دلوقتي هعمل ايه؟ هدخل على طول في ال3 سلاسل اللي هنا، انا هسيب اول سلسلة لانه هي مش هتكون باينة، فانا هدخل في ال3 سلاسل واعمل منزلقة بالشكل ده، ادي 1 2 3، هنا هيقابلني 7 غرز هعمل فيهم غرزة حشو، هدخل كده في كل غرزة اعمل غرزة حشو، ادي 1 2 3 4 5 6
7. وصلنا عند العلامة، هنا هنعمل التزايد عشان يبان شكل القلب حلو. هعمل غرزة حشو واحدة وبينهم سلسلة، وارجع تاني على نفس المكان اعمل كمان غرزة حشو وبس. هرجع اعمل نفس الخطوات، غرزة حشو في كل الغرز لغاية ما اوصل لعند السلاسل. السلاسل التلاتة هعمل بيهم غرزة منزلقة وخلاص كده بالشكل ده. طبعا ما تخافيش انتي كده هتظبطي الشغل بتاعك لما تخلصي. بالشكل ده انا هنا وصلت لثلاث سلاسل اهو. هعمل منزلقة، ادي واحد اتنين تلاتة. هدخل في اول غرزة كده اعمل منزلقة واحدة، وبعدين هطول الخيط شوية كده واسحب الخيط بتاعي. طبعا الخيط ده اللي هو خيط البداية خلاص احنا مش عايزينه عشان ما يضايقناش في الشغل، هنقصه. انا لضمت الابرة هنا اهو بالخيط اللي انا كنت سايباه. هاخد الخرز بتاعي، انتي اي خرز ممكن تحطيه يعني حسب ذوقك. اتنين، هاخد واحدة اكبر كده، بعدين اخد اتنين صغيرين تاني. وممكن تعملي خرز من الاسماء، يعني بدل هنا انا هنا عاملة حرف الاس اهو، ممكن تكتبي الاسم كله هنا زي ما تحبي بالشكل ده. دلوقتي هجيب الحلقة بتاعتي وهدخل كده بالشكل ده، وارجع ادخل الابرة بقلب الخرز كده. طبعا وهشد الخيط كويس كده، هروح هنا من الخلف اخفي الخيط بتاعي عشان انهي الشغل. وده ممكن كمان يكون مشروع جميل جدا، تحطيه كده في كيس صغير في اسمك وتبيعيه، كمان بيبقى مشروع حلو قوي. كمان تثبيته من هنا كده وخلص. وده شكل القلب اهو زي ما انت شايفين. ممكن تعملي الوان كتير قوي. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، هو فيديو سهل وجميل جدا. اتمنى يكون عجبكم، واستنوني ان شاء الله في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.